السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم وميت أهلا. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود ونظريات من العراق، أشرف بكم. واليوم كثرة الطلبات، أنا سويت أكثر من فيديو على الإيقاع بس الظاهر أنه غير واضح عند بعض الأصدقاء وخاصة المبتدئين. اللي حب يشترك بالدورات الأونلاين موجود رقم الواتساب أسفل الفيديو، وهذا الواتساب هو الاشتراك بالدورات أونلاين. طبعا هو أسألني مثلا هسه راح أزل مثلا أقول هذا الإيقاع باو ينفتح عندك التيونر، ومن خلال اكو مترونوم موجود اللي هو تقدر تخليه على اي سرعه. لنفرض راح انت تزيد السرعه او تزيد العدد مثلا تخليه 100، التمرين راح يعودكم على طريقة التمرين الحقيقية والصحيحة مع الإيقاع أو المترونوم مع الوزن، لأنه الإيقاع إلى مركبات، إلى صح أن نقول وزن، الوزن الموسيقي. أتمنى أنه استفادتوا ووضحت الصورة، تحياتي لكم، ولا تنسون لايك واشتراك والاشتراك بالدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات شهريا. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.